أقامت كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت لقاءها التنوري الأول مع الطلبة المستجدين للعام الدراسي 2015-2016 بهدف تعريفهم على أنشطة الكلية. وقال عميد الكلية إن طلبة هذا العام هم باكورة الطلبة الدارسين بالنظام الجديد للكلية والذي يعتمد على معدل 130 وحدة دراسية، كما توقع أن يتم تخريجهم بعد 4 سنوات ونصف السنة. هذه أول دفعة يتم قبولها على الشروط الجديدة وصحيفة التخرج اللي هي 132 وحدة، بالتالي احنا نتوقع انه يتخرجون خلال 4 سنوات ونص، وبالتالي هم راح يكون باكورة انتاج كلية الهندسة بعد مضي 40 سنة بصحيفة تخرج جديدة وشروط جديدة. وطبعا اللقاء هذا هو لتعريفهم بالكلية بالأنشطة.